فيها وكم لطير المنايا من خفوق العدا ورفيف يحسب الجيف في الكريهة بيور ورشيد القنا معاطف هيفي من لويين بيض الوجوه إبات بعد انزل في الكلام لما سأله رسول الله
تنزل الى الارض بعدي قال انزل في ثلاث. اولا ما انزل اسلب الحياه من النساء، فلذلك لا يبقى هناك حياء في النساء. ثم في الآونة الأخرى أسلب الرحمة من قلوب الكبار والصغار، وأسلب التوقير من قلوب الصغار والكبار، فلا هناك توقير لكبير، فلا هناك توقير لصغير لكبير، ولا هناك رحمة من كبير لصغير. في الثالثة أسلب البركات من الأرض، فإذا كان كذلك يصبح الناس أشبه شيء بفوضى لا تراث لهم، ولا تراث إلا جرآلهم ساد، فيصبح الإنسان في وضع خطير يهدده ذلك الوضع الخطير بفتن شعواء عمياء مطبقة مظلمة. وتلك الفتن مرة فتنة في الماء، وهذه لا أثر لها لأن فتنة المال تزول، لكن فتنة الدين هي أشد خطرا على الناس أن يفتنوا في أديانهم. شلون يفتنوا في أديانهم؟ يعني في قلوبهم. لما جاء التبشير إلى بلادنا ما استطاع أن يقوم بدورته، بذلوا ما بذلوا، حاولوا ما حاولوا، وقاموا بالمجهول بكل ما لديهم من قوة واستعداد وإمكانيات، وصرفوا الأموال في بلدان الإسلام على أن يقللوا من أهمية الإسلام في نفوس الناس، لكن ما استطاعوا أن يقوموا بشيء. ليه؟ لأن الرجل الصلب الثابت على مبدئه لا تزلزله العواصف كالجبل الأشم ولا تزيله القواصف. يجيبون كتابات، شنو بالله الكتابات؟ فيها إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل مدري شنو، ليش يضاهون بها القرآن؟ واحد إذا عنده مثل القرآن ها؟ ما تأثر عليه هذه الأناجيل المزورة، لأن ما تعلم كتاب صحيح. كل الأناجيل التي بأيديهم جاءوا بها مزورة، لأن الكتاب رفع عن الأمة، إذا نزل العذاب على أمتين رفع منها كتابها قبل أن ينزل العذاب، لأن ما كان الله ليعذب قوما وفيهم إمام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وبما أن القرآن عديل للعسرة فلا يمكن أن ينزل سخطا على أمتين وفيها القرآن، لقوله عز من قائل وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يتخذون. فعندها يعرف الإنسان أن العقيدة الثابتة لا يمكن أن يؤثر فيها شيء، لأنها حقة وما كان من عند الله يلي. لذلك ثبت بهذا المقدار أن التباشير والأديان التي أتت واعتبرت على الإسلام وقاموا بما قاموا به ما أثرت أثرها. يقولون في سنة 1924 قاموا بدورهم في العراق، يعني التبشير بأوسع نطاق مما قاموا به في بلاد البحرين. قاموا بذلك التبشير في العراق، جمعوا لهم هذول الأوقاف ضعاف النفوس، جمعوا من المدانة ضعيف النفوس وأخذوهم ودوهم إلى الكنيسة، علموهم بعض التعاليم، قالوا لهم اتركوا هذا المذهب، طريقة مزينة، طريقة صحيحة، طريقة الفقر. هذا المذهب الذي تعيشون فيه مذهب متخلخل الأطراف، لأنه دائما فيه رواتب، والرواتب شنو؟ التقاليد. هاي التقاليد تركوها عنكم، هاي تقاليد باطلة ما لها أثر. كله يدورون أشياء ضعيفة، يقولون لك مثلا هذول ناس يقولون ناس يمشون ناس يمشون، هذا دين مال الخذلان أو مذهب ضعيف منحط.
تعالوا الى هذا المذهب، تعالوا الى طريقه ذات الاثرياء، ذات الاغنياء، ذات الصنايع، ذات الشهرة، ذات الطائرات، ذات الصواريخ. وين رايحين ويا مذهب مال بواشي ومال عزاء ومال نفوم ومال قعدة وكل متنافسين متحكمين ومتأخرين؟ تعالوا يا نهلا ابو الكنيسة عيشوا يا نهاويك مشان المذهب الصحيح والدين الصحيح. ودوه كل نفر من دول ضعاف أثروا عليهم لأن ضعيف النفس ضعيف أثر عليه مو قوي عقيدة فيها. ودوه كل نفر إلى أن أدخلوه إلى الكنيسة وعلموه ألبسوه الثياب وحطوا عليهم الشقاق، لبسوه شقاق طعمة لطيفة هذه ممتازة، وقاموا يقدموا له المآكل والتلفزيون إلى أن تبصروا وعلموه الإنجيل وقال ومن يحنى ومن متى وعرفوا بعض الألفاظ المحنية. أقول الثاني لابد يريدون منه نتيجة، يجي الزرع ويجي الزرع تحط فلوس، أمريكا تحط فلوس، يريدون نتيجة لأن الكنائس العالمية في نساء ما يصير احنا مودينا الصناعين كالرواتب ونعطينا مساهمات ونروح إلى بلد وتاليها تجي لنا بخفة حنك ما سويت شيء، ما أتيتنا بفرد من المسلمين أو اثنين أو أربعة تبشيركم سنة راح رايح، هاي الفلوس كلها راح رايح، جيبوا لنا تكلفة 5 7 راح يروح. قالوا عدني أصلي 15 واحد، وين أدخلوهم إلى الكنيسة حتى يشوفوهم. بمجرد أن أدخلوهم إلى الكنيسة حتى يعرفون أن دولة تأثير أو تأثير، بمجرد أن أدخلوهم إلى الكنيسة وألقى المحاضرة عليهم محاضرة دينية من جملتها قال أن الحي أفضل من الميت مهما كانوا الحياة، الحياة منبع النفس والنفس هي باقية ولا بد وأن تبقى، فعليهم بإذن عيسى بن مريم حي وميت، وكما تدعون أن نبيكم ميت وأما نبينا فهو حي له علاقة بالملكوت الأعلى، وثانيا أنه روح الله كلمة كما أنتم تشوفون في كتب في القرون في القرآن تقولون أنه روح الله وكلمته، فالحياة المستمدة بدون الله تستمدون من الحي فالإيمانكم بخير. جاي خير من الحضارات دنيا يشوف بعد أثناء انتفض الضياء ولم اشتعل من بعد ما انتفض الضوء اشتعل، في حال ما انتفض الضوء سكت عن محاضرته لأن محاضرته في عشرة سكت، من بعدها عاد الضوء، لما عاد الضوء وإلى ذهن يقولون اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ابن أبي الحجاج وغيره من الحجاج مع
أي آلهة 360 سنة كلها أتلفها على المحطة المحطة. ولما اجتمعوا بعد عام وإذا لهم يقول أحدهم الآخر أنا فكرت سنة كاملة في آية واحدة. آية كيف يعني؟ شوف اللي يفهمون. قال فكرت في آية وقيل يا أرض لعني ما أكل ويا سماء أقلعي وغيظ النار واستوت على جلدي وقيل وعدا للقوم الظالمين. أنا فكرت فيها كم سنة. قال الثاني أنا بعد ما أنت بعد منعك ما تفكر في القرآن في المباهات في القرآن. قال لي تفكر في القرآن حتى أعارضه لكن وإذا بشارتين ونهيين وأمرين في أي آية في أم موسى أن أرضعي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه وإذا آية اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين نعم وآية أنا أفكر فيه. قال وأنا أيضا أفكر وفي الحياة قصاص فإذا كان هذا القرآن يحتوي على هذه النماذج العظمى لا يمكن لأحد أن يضاهيه أو يجاريه أو يجاريه فهو كتاب منزل من الحق إلى الحق جوناها سوى أنفسنا أنها نظرناها من جملتهم ما في الكلب في البحرين في بلده ابن نبي احنا ابن نبي قبل سنين طويلة سوى القرآن هذا النبي أبو العلا المعري أبو العلا المعري هذا المكتوف الأعمى هذا كان من بني عبد القيس وبني عبد القيس كانت منازلهم في البحر وهو منهم إنما نزح إلى الشام وأصبح في المعرة ولا سابقا كان يسكن هناك في هذه الأطراف هذا أبو العلا المعري من أعظم شعراء الإسلام القائمين والرافضين وشاعرية العظمى حتى تنبأ في علمه أصبح من المتنبئين الذين ظهر القرآن سوى القرآن بعد إذن الله بالقرآن شنو القرآن؟ يقول بسم الله الرحمن بايج منا شوي بايج من القرآن شوي هذا عليك هذا معنى المباراة يقول من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى هي من القرآن الذي يسر على الحبلى جاء من عنده الذي يسر على الحبلى فأخرج منها نسيمة تسعى ما بين أضلاع وحشى فبين من يدس في الترى في الثرى وبين من يبقى إلى أجل مسمى والله على ما يقول وكيل شو فهم؟ فهو يريد ظاهر القرآن كل صور ظاهر القرآن وأما هذا في المتنبي متنبي العراق متنبي العراق كم سوى القرآن يقول يا ضفدع دمت الضفدعين هذا المتنبي المشهور الشاعر المشهور يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما شئت أن تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشارب تكدرين ولا الماء لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين والله سميع بعد وين وين يا من يريد الله القرآن قال بعد نبي اليمن أنا أظاهر القرآن وإذا مسيلم أمير الجباه القرآن وسيلمة الكذاب
عشان تقول يا مسيلمة؟ قال القرآن أحكم من القرآن. إن الذين يغسلون ثيابهم ثم لا يجدون ما يلبسهم فأولئك هم المفلحون. هذا بعد يضاهي والحاقدات هو النازعات نزعة، النازعات نزعة. يقول أنا بعد عزو والحاقدات فالزارعات زرعة والحاقدات حبة والآكلات أكلة. قال لي واحد ما تهتم لي بعد ما بقى لنا شيء تمم قرآن. وهكذا فأصبحوا يضاهون القرآن أو يعارضوه بأشياء أساسها لا يمكن أن تكون المقام في محاورة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل عزيز حكيم. هذا هو القرآن الكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وتعني بالفتن وقد غشيتكم فعليكم بالقرآن من القرآن فعليكم بالقرآن فإنه الماء المصدق وشافع مشبع. يعني تمسكوا به إذا تمسكتم به لن تضلوا. ومن الذي يرجع إلى القرآن؟ يرجع إلى القرآن من يعرف القرآن. ومن الذي يعرف القرآن؟ من نزل في بيوتهم القرآن الذي يتلى في مصبحهم ومنساهم وهم حلفاء القرآن. لا انفكاك للقرآن عنهم ولا انفكاك لهم عن القرآن دولة. ومن جملة الشهادات التي صدرت لصحابي كبير عمل بالقرآن هو حبيب بن مظاهر الأسدي صاحب هذا اليوم شهادة في حقه من حسين العقل. تختم القرآن يعني شنو؟ يعني تختم القرآن في درسه بسرعة بسرعة بسرعة. لا مانا معنى هو لما وقف عليه بعد مقتله ايش قال؟ رحمك الله يا حبيبي فلقد كنت تختم القرآن في ركعة. يعني تختم القرآن شنو؟ يعني درسه كله في ركعة؟ مو معنى ومعروف يختم القرآن يعني إذا تكلم بالقرآن يعرف معناه. يعني إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمير المؤمنين سلام الله عليه يبقى ليلة كاملة مع ابن عباس في باء بسم الله في باء بسم الله ليلة كاملة وفي باء بسم الله حتى ينفجر الفجر. عندها يقول وبعد لم ننتهي يا علي لم ننتهي. قال ولن ننتهي لم ننتهي ولن ننتهي. ونقول لو شئت أن أوقف 40 جملا من برء بسم الله أفعل. لذلك يخاطبه عبد الباقي الهذلي العمري في قصيدته المشهورة يقول هي باب يعني حب الشيخ إذا كان الله يوم الله. يقول هي باب مطلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل وعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالتقوى. يلتفت لقاضي بغداد ذات الوقت كان حاضر في المجتمع يعني ألقى القصيدة في مهرجان عام فقال له ويلك يا عبد الباقي عبد الباقي اخوانا السنة في مهرجان عام ألقى القصيدة فهي باقي في الحبة. قال له ويلك يا عبد الباقي أتجرأ أن تفضلها على قبة السماء؟ قبة علي بن أبي طالب تجرأ أن تفضلها على قبة السماء؟ قال نعم لأن قبة السماء تحتها المنافر ولا أرى تحت قبة علي إلا الداعي والمبتدع والباكي والزائر والذي قد أوقف نفسه على الاعتكاف. يقول أنا أجد تحت قبة السماء المنافر
ولكن لا أجد تحت قبة علي إلا الدعاء والابتهال والتضرع والخشية. فقال له اسكت إنها لجرأة. قال وليست بجرأة وقد أعطيتك الجواب. يشير إلى ذلك لأنه لما فسر له القرآن قال له ما في القرآن كله، شوف ما في القرآن كله، ما في القرآن كله في الفاتحة، وما في الفاتحة في البسملة، وما في البسملة في البسملة. يقول سلام الله عليه وأنا اللقطة من البسملة. إذا نطق حبيب ببسم الله غير إذا نطق بها أنا، غير إذا نطق بها أنا، يعرف محتويات ما في هذه اللفظة، فكأنه عرف محتويات القرآن كله. تختم القرآن في ريحة الله سلام الله عليه جميعا. بس يجي صاحب 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 يحتسب الصاحب من صاحبه رفعة وعظمة وجلالا وعلما ومعادة، هاي الصحبة صحبته أصبح أثرها. وين ثمارها؟ وين ثمار الصحبة؟ أبداه حبيب في يوم كربلاء، هاي ثمرات الصحبة أبداها حبيب يوم كربلاء. وسمعت اليوم الحادثة مرت بسمعي وتأثرت به، وتأثر بتلك الصحبة أهله، زوجته تأثر بالصحبة، ولده تأثر بتلك المحبة، ولذلك تعلق بأبيه عندما أراد الانصراف، تعلق بأبيه فقالت الأم بني دع أباك يذهب وودعه، دعه يذهب وودعه فإنه ماض إلى التجارة، إلى تجارة رايح هذا. سمع بلفظ التجارة فلا يدعو من أبيه لأن الولد يقنع بكل شيء، يقنع بطولة يعني الزوج بالتقليد. يوم قالت له اتركه فإنه ماض بالتجارة، نفض يديه من أبيه قائلا في أمان الله في أمان الله. انتهى أبويا ترى ها جالس في التجارة، انت بعد بالتجارة رايح. بل فعندها ظل ينتظر يوم بعد يوم، اي التجارة لها عند معين لابد المتاجر بعد انتهاء التجارة سيعود، لان قايل امه وعنده ما تشتهي، سياتي بالتجارة وعند ابيك ما تشتهي. هذا الولد يطلع يوم بعد يوم في داي التجارة ويشوف ايش عنده من بضاعة من هدية من كذا. وإذا بذلك اليوم النداء ينادي ألا من أراد أن يتفرج، التفتت إليه أمه قالت بني لقد قدمت التجارة، قدمت القافلة، هذا النداء نداء قافلة، قافلة بها التجارة التي وعدتك بها، اذهب ولدي ولدي اطلع على هذه التجارة واعلمني. عند ذلك خرج القاسم يمشي في الأزقة والأسواق والشوارع إلى أن يصل بقصر الإمارة، وإذا هو يلحق رؤوس على أطراف الرماح، وإذا هو يلحق نساء ويلحق أطفال مربطين بالحبال، 120 طفل وطفلة من آل الرسول يسافون خلف الرياض. لما نظر ذلك العبد أصابه الرعب والهلع، رجع مسرعا مسرعا إلى أمه، أمه ما أمرك تدخل المنزل، إن القافلة قافلة والمنادات منادات على تلك القافلة، ولكن أرى فيها نساء وأطفال وأرى فيها رؤوس، أين أصبحت قافلة التجارة؟ قالت له بني إن هذه هي قافلة التجارة الرابحة، هذه هي التجارة الرابحة، هاي القافلة اللي احنا ننتظرها. لما سمع بذلك عاد قال ما تعنين بالتجارة؟ قالت أعني قل لهم بيض أبوك وجهه في نصرته
لغريب لغريب القصر أبي عبد الله الحسين رجع عند ذلك وكفى يتفقد أباه من تلك البعوث عينه شابحة إلى الرؤوس ينظر فيها جيش قروض بعد هنيئة وإذا برأس محلق بلغام الفرس إذا مشت تضربه بركبتيها أتى يلاحق ذلك الرأس لاحظه وإذا به رأس والده هذا لذلك الحامل ادفع لي هذا الرأس التفت إليه قال من تكون من تكون من يكون من كان الرأس قال هذا رأس والده قال هنا بنا اذهب فليس لك القليل في أبدا ما أدري شلون قنعه المال كما وردت الرواية قنعه بالمال دفع إليه رسول الذي جلس وضعه في حمله ويمسح التراب والدمع وهو ينادي بلسان الحال دون ابن حيدر طلقي يا قوم الجنان الشبان
وبركاته والفاتحة تسبقها الصلوات.